من توصيل البيتزا لكأس العالم، جملة بسيطة نقدر نوصف بيها مسيرة يوسف فوفانا، لاعب موناكو صغير السن قدر يدخل قائمة ديدييه ديشامب النهائية اللي هتشارك في كأس العالم في قطر بعد أيام. اسمه فوفانا مش معروف لناس كتير نظرا لأنه مش بيلعب لواحد من أندية القمة، ولكن اللي مش معروف كمان إن فوفانا كان ليه واحدة من القصص الملهمة اللي مش بتنتهي في كرة القدم. زي لعيبة كرة كتير، فوفانا بدأ في أكاديمية صغيرة اسمها كلير فونتين في فرنسا، لكن الأكاديمية قررت الاستغناء عنه وهو عمره 15 سنة بس، علشان تكون ضربة قوية لواحد في سنه. اللي زاد الأمر سوء هو إن فوفانا مقدرش يلاقي أي نادي تاني يلعب ليه بعد رحيله عن كلير فونتين، ولمدة سنتين اشتغل فوفانا عامل توصيل بيتزا للمنازل عشان يقدر يكسب فلوس يعيش بيها لأنه ما كانش من أسرة غنية. وبعد السنتين قرر فوفانا إنه هيسيب كرة القدم خلاص ويعتزل في سن 17 سنة، لأنه فقد الأمل إنه يلاقي فريق يلعب ليه. وهنا كانت المفاجأة السعيدة، فوفانا أخيرا وبعد سنتين بعيد عن الكرة لقى عرض من نادي ستراسبورغ. العرض كان بمثابة طوق النجاة للاعب كان خلاص فقد الأمل في إحياء مسيرته اللي انتهت قبل ما تبدأ، وقدر فوفانا إنه يمضي مع ستراسبورغ أول عقد احترافي وهو عمره 19 سنة. كمان قدر فوفانا إنه يثبت موهبته مع ستراسبورغ ويحجز مكان أساسي في التشكيل، ولأن الموهوب دايما بيظهر في الكرة انتقل فوفانا لموناكو في 2020 مقابل 15 مليون يورو، رقم كبير في لاعب كان قرر الاعتزال قبلها بثلاث سنين بس لأنه مش لاقي فريق. كالعادة فوفانا بقى لاعب أساسي وكمان قدر يلفت الأنظار مع فريق مصدر للمواهب. وعشان تكتمل القصة الملهمة، بعد 8 سنين من الاستغناء عنه من كلير فونتين قدر فوفانا يحجز مكان في قائمة النهائية اللي هتشارك مع فرنسا في كأس العالم 2022. فوفانا لعب ماتشين بس مع فرنسا قبل كده، ولكن قدر خلالهم يكتسب ثقة ديشامب للمشاركة في أهم بطولة في كرة القدم. قصص الكفاح الملهمة عمرها ما هتنتهي في كرة القدم، ولكنها دايما بتتبروز لما بترتبط بحدث عظيم زي كأس العالم.